ودعت الرعية اللاتينية في الأراضي المقدسة سيادة المطران جمال خضر قبل انطلاقه في مهمته الجديدة في الصومال وجيبوتي. المزيد في التقرير التالي. المعلم الواجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. بدعوة من رئيس المعهد الإكليريكي للبتركية اللاتينية الأورشليمية قدس الأب برنارد بوجي، أقيم قداس شكر لله تعالى في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة من أجل سيادة المطران جمال خضر دعيبس الأسقف المعين على أبرشية جيبوتي والصومال، وبحضور البطريرك ميشيل صباح والنائب البطريركي للسريان في القدس والأراضي المقدسة والأردن المطران مار يعقوب أفرام سمعان، والنائب البطريركي العام المطران ويليام الشوملي، ورئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنا، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون ونائبه الأب إبراهيم فلتس والمطران بولوس مارقوتسو، وعدد كبير من الكهنة ممن حضروا من روما والأردن والجليل والقدس، وحشد من الكهنة من مختلف الكنائس الذين اجتمعوا حول المذبح لإقامة قداس الشكر بحضور عدد كبير من الرهبان والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي وممثلي المؤسسات ورئيس البلدية الأستاذ عيسى القصيص وأهل المطران من الزبابدة والمؤمنين وأبناء الكنيسة. تخلل القداسة كلمات شكر للمطران دعيبس الذي بدأ مسيرته الكهنوتية في المعهد الإكليريكي وخدمته الكنسية الجليلة والأمينة التي قام بها كنائب بطريركي ورئيس سابق للمعهد، وأيضا خدمته في المواقع والمناصب المختلفة في الأبرشية. بطلب من قداسة البابا أتوجه إلى هذه الرسالة الجديدة إلى هذا البلد الجديد لكي أخدمه كأسقف لدولة جيبوتي. جيبوتي هي على الحدود ما بين العالم العربي والعالم الإفريقي، وهو جديد نوعا ما بالنسبة لنا، ولكن طلب قداسة البابا هو علامة على هذه الثقة بالبطريركية اللاتينية وبكلوريسها حتى نخدم هذه الكنيسة. فنستعد للانتقال إلى هذا البلد، ورسالتي هي أن الكنيسة في الأرض المقدسة هي كنيسة منفتحة على العالم وليست منغلقة، دائما كانت منفتحة على العالم. من هذه البلاد خرجت البشرى السارة إلى العالم أجمع، ولا نزال نحمل هذه الرسالة في أن ننقل البشرى السارة إلى الجميع في مختلف البقاع والأماكن من خلال عمل الكنيسة، من خلال العمل التربوي، من خلال المدارس، من خلال أعمال المحبة، من خلال كاريتاس على سبيل المثال. هذا رسالة تقوم بها، وهذا يحسب لكنيسة الأرض المقدسة بأن تعيش هويتها، أن تكون منفتحة على العالم وأن تقوم بهذه الرسالة في مختلف الأماكن. لنصلي من أجل هذه الرسالة الجديدة، لنطلب من الله أن تكون عمل الكنيسة هو عمل مثمر في هذا البلد، ولننقل البشرى السارة بيسوع المسيح إلى مختلف بقاع العالم. كما ألقى غبطة البطريرك ميشيل صباح كلمة شكر فيها المطران جمال على مسيرته، متمنيا له كل خير في مسؤوليته الجديدة كأسقف معين على أبرشية جيبوتي والصومال. وبعد انتهاء القداس التقطت صور تذكارية مع المطران جمال، وأقيم وداع في قاعة الكنيسة بحضور المطارنة والكهنة والمؤمنين.
للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة.